Hello, dear students, how are you? Today we are going to continue in chapter 2, methods of antimicrobial and therapeutics, activity 1, vaccination and serotherapy. In the previous video, I explained this document, اللي شايفينه قدامكم, شرحت لويس باستور experiment, and we have defined vaccination. قلنا vaccination, it's a preventive method, طريقة بتمنع الأمراض by administering إعطاء شو بنعطي weak attenuated microbe بنعطي microbe ضعيف خفيف بياخدوا جسمنا the primary immune response attacks it and make memory cells then memory cells لما يفوت المرض على جسمنا الحقيقي لما يفوت المرض الحقيقي strong القوي our bodies بيكونوا عاملين memory cells and they attack this microbe okay Today, we are going to prove the importance of vaccination. خلينا نبرهن أهمية الفاكسينيشن. انتبهوا الفرق بين vaccination هي تطعيم، تلقيح. Vaccine هو الطعم. هو المادة اللي منحنا. اللي بناخدها. أوكي؟ طيب. أخذنا individual. شخص. أوكي؟ هيدا شخص. وإجينا عملنا له injection of vaccine. حقناه vaccine. Injection of vaccine. يعني weak antigen. تعال نسمي antigen أو bacteria X. بكتيريا X ضعيفة weak attenuated weak أو attenuated يعني vaccine يعني هي طعم جبنا لهيدا الشخص وعطيناه هيدي الweak bacteria X قلنا له خود تفضل حقنا هي صرنا نقص له كمية الانتيبوديز اللي عم يعملها جهاز المناعة بجسمه خلال أسابيع at time zero حقنته أنا بعد 1 week بعد اسبوع كانت كميه الانتي بوديز انكريزنج عم تعلى شوي after 2 weeks بعد 2 weeks the amount of antibodies increased to 20 amount of anti cholera antibodies in the plasma لو ماخذها مش اكس باخذها بكتيريا كوليرا رح نسميها نحن بكتيريا كوليرا اوكي الضعيفه بكتيريا الكوليرا سبق وحكيت عنها انا بالفيديو السابق هي بكتيريا ذات كوزز دياريا بتعمل اسهال بتعمل استفراغ بتعمل حراره عاليه وبتؤدي للموت اذا ما تعالجت بكتيريا خطيره بتيجي بالمي الملوثه بالسويج ووتر ميه المجاري وغيرها اوكي خلال الحروب بتعلى كثير نسبه الكوليرا طيب يو سي هير انه ذا اماونت اوف انتي بوديز انكريزد فروم 0 تو 20 بس 20% ارتفعت الانتي بوديز انتي كوليرا انتي بوديز يعني الانتي بوديز اللي هن بيدافعوا ضد الكوليرا بيقاتلوا ضد الكوليرا اوكي كميتهم 20% وبعد قد ايه بعد اسبوعين لطلعت ليش برايكم بيكوز كوليرا هيدا الفاكسين طعم الكوليرا الضعيفه اول مره عم بتفوت على جسمنا على جسمه لهيدا الشخص فلا يهجم عليها النون سبيسيفيك يرجع السبيسيفيك البي والتي لمفوسايتس بدهم وقت they need time to attack and to make memory cells طيب it took 2 weeks to make maximum amount of antibodies اخذ اسبوعين لحتى عمل كميه عاليه من الانتيبوديز اعلى كميه من الانتيبوديز مش كميه عاليه ال 20 منا كميه عاليه لاحظوا بعد الاسبوعين شو بلشت تعمل تنزل رجعت نزلت كمية الانتيبوديز بسرعة نزلت يعني هيدا منقول له primary immune response ونحن بنعرف انه primary immune response protects for a short time it's slow بده وقت ليبلش اخذ 2 weeks لحتى تعلى كمية الانتيبوديز it took 2 weeks to start to يعني to reach maximum وبيحمي لفترة قصيرة لاحظوا كمية الانتيبوديز خلال اسبوعين الاسبوع الثاني للرابع كانت نازلة يعني الحماية رايحة This is called the primary immune response. إجيت أخذته لهيدا الشخص رجعت after 4 weeks أعطيته البكتيريا كوليرا injection of virulent bacteria كوليرا أعطيته الكوليرا القوية شو بتتوقعوا يصير عنده؟ هلا حدا بيقول لي يموت لا ما رح يموت لأنه already هو عمل primary immune response وعنده memory cells لاحظوا أعطيته على week 4 بسرعة بلشت تعلى كمية الانتيبوديز على الأسبوع الثامن ليكوا قد إيه صارت 80% اوكي لاحظوا من الاسبوع الرابع للاسبوع الخامس وصلت لاعلى من العشرين تقريبا او على العشرين وشوي يعني ما اخذت اسبوع لحتى وصلت للعشرين يعني بسرعه وصلت للتوينتي مثل الاول فكميه الانتي بوديز بسرعه نطت للتوينتي سو افتر انجكتينج كوليرا بكتيريا سترونج ويك سترونج فيرولنت كوليرا بكتيريا The amount of antibodies increased to maximum at week 8 وبقيت constant أو بقيت حتى عم بتزيد
بعد 11 اسبوع من الاسبوع الرابع للاسبوع ال11 يعني عندنا 7 اسابيع بعد خلال 7 اسابيع كميه الانتي بوديز عاليه. نحن بنعرف انه هيدا اسمه سكندري اميون ريسبونس بروتكتس فور ا لونج تايم بيحمي لفتره طويله اند اتس فاست ببلش بسرعه وبيعمل كميه عاليه من الانتي بوديز. هو بالدرس السابق اخذناهم. سو ايماجين ذات بتعرفوا لو انا هلا اخذت انديفيديوال واعطيته كوليرا سترونج قويه مباشره من دون ما اكون عطيه شيء قبل فاكسن، جبت فار اعطيتك كوليرا قويه ما بتعمل انتي بوديز، بتموت خلال كم يوم. Do you know why? Because the bacteria is strong. قوية البكتيريا. The immune system cannot fight it. ما بيلحق يقاتلها. That's why they created vaccines. عشان هيك اخترعوا الفاكسينز to protect us. ليحمونا. لحتى إذا كان في عنا بكتيريا خبيثة بهالدنيا أو فيروس خبيث مؤذي. أوكي؟ نحن منعطي الفاكسين اللي لقاله الطعم الخفيف. جسمنا بيتعود عليه. أوكي؟ بساعتها إذا فات الفيروس القوي بدافع ضده مثل الكورونا هلأ. لقدروا ضعفوا الفيروس أخذوا وقت ليستخرجوا الفيروس ويضعفوه الكورونا فيروس. هلأ مثلا نحن اللقاحات، في بعض اللقاحات تعتمد مبدأ أنه الكورونا فيروس المضاد الخفيف بيعطونا إياه، جسمنا بيعمل primary immune response ضده، بيعمل كمية antibodies. بس يفوت الفيروس الحقيقي بحال فات بيكون عندنا انتي بوديز وبيكون عندنا ميموري سيلز وبنعمل ضده سكندري اميون ريسبونس. بس هون قالوا الساينتست لحتى نتاكد اكثر نحن ليش ما منجيب هيدا الانديفيديوال وبنعطيه كذا حقن من الفاكسين، يعني كذا مره كذا دوز. لاحظوا مثلا بتاخذ جرعتين، اوكي، كذا دوز اوف فاكسين، كذا جرعه من الفاكسين، يعني اليوم بعد اسبوعين او بعد 4 اسابيع او بعد شهر او بعد 3 اشهر بنعطيه جرعه ثانيه. بتعرفوا ليش؟ تو بوستر ذا اميون سيستم، ليقوي جهاز المناعة أكثر. طب أنا إذا جبت كائن حي أعطيته فاكسن، هذا كائن حي أعطيته فاكسن كون مناعة خفيفة، طب ليش ما بيرجع بعد أسبوعين بعطيه نفس الفاكسن بيكون مناعة أعلى، بيرجع بعد فترة بعطيه الفاكسن نفسه بيكون مناعة أعلى وأعلى، ساعتها إذا فات الفيروس الحقيقي ما منحس فيه أبدا. أوكي، this is called boosting. بوسترينج التعزيز المناعي، اميونو بوسترينج، بوستر بي دبل او اس تي اي ار، بوسترينج. اوكي، شوفوا لي هون بهيدي الفيجر في عندي عاطيني امراض هون، بوليو شلل الاطفال، ميسلز الحصبة اللي بيطلع فيها حبوب بالوجه قوية وحرارة عالية، اند مامبس ابو كعب هل بتنتفخ هون هالمنطقة وممكن تعمل حرارة واذا ما تعالج بأدي للموت، هو بصيبوا الأولاد. These diseases قبل التطعيم بسنة 1950 كانت نسبتهم 40 بكل 1000 حالة، يعني كل 1000 شخص فيهم 40 حدا منصاب، كتير نسبة عالية. أوكي، بعد ما بلشنا التطعيم نزلت النسبة لتقريبا للواحد من كل 1000 شخص واحد بس، ولا شيء يعني. شوفوا الميسلز الحصبة من كل 1000 شخص 400 ل 600 ل 900 كمان عم ينصاب، يعني كلهم تقريبا عم ينصابوا بالحصبة. بعد ما بلشنا التطعيم بلشت تنزل هالنسب تقريبا ل 50 من اصل 1000 ولا شيء. ابو كعب كان بيصيب تقريبا شيء 70 من اصل 1000، بعد التطعيم نزل للصفر تقريبا بسنة 1990 هالدراسات 1980-1990. هلأ ما عاد في أبدا تقريبا، قليل جدا هيدي الأمراض لأنه كل الأولاد بتطعم، كل الأولاد أول ما تخلق بطعمولة لهيدي الأمراض. أوكي، شوفوا مثلا هون هيدي بزنامة التطعيم، أول ما يخلق الولد at birth بطعمولة HB الهيباتيتس سفيرا اللي هو بيصير لونه أصفر، في انواع منها انتبهوا، مش اي ولد بيصير لونه اصفر يعني سفايرا، لا، هيدا فيروس بيضرب الكبد وبيؤدي للموت اجباري، بيطعموا له. لاحظوا امتين عند الولاده وعلى الشهر الاول، طبعا هو مش للحفظ وهيك، مثلا على الشهر الثاني بيطعموا له دي تي الدفتيريا توكسين، الدفتيريا والتيتانوس، سوري تيتانوس الكزاز والدفتيريا بيطعموا للولد، بس ليكوا كم مره على الشهر الثاني والثالث والرابع. مثلا الهيباتيتس سفايرا بيطعموا له هي عند الولاده وعلى الاول وعلى الشهر السادس. الدفتيريا هو مرض مأذي كتير، هو بالتيتانوس بيرجعوا بطعمون على 15-18 4 سنين كذا مرة. ليش؟ ليذكروا جهاز المناعة، ليقوي جهاز المناعة وما عادش يطعموا بحياة. الهوبينج كاف السعال الديكي
ما بعد هيدا كمان خطير. البوليو شلل الأطفال، الميسلز الحصبة، روبيلا الجدري، المامبس أبو كعب، وكل هيدا الأمراض من طعم لها كذا مرة لحتى نحمي حالنا منها. أوكي؟ This is all about vaccination. طب أنا إذا بدي إجي أعمل analysis لهيدا الجراف بدي أقول at time zero injection of vaccine the amount of antibodies was zero. After 2 weeks the amount of antibodies increased to 20. While it decreased to at the تقريبا to 10 at 4 weeks. Injection of virulent bacteria or after injection of virulent bacteria at 4 weeks, the amount of antibodies increased to at the to 80% at 9 or at 8 تقريبا at 8 weeks and remains constant. وبقيت constant تقريبا. هيدا الانالايز من وين لوين زاد من وين لوين قال. طيب تعال نحكي على الطريقة الثانية اللي هي serotherapy. serotherapy هي كلمة سيرو جاي من كلمة اسمها سيروم. سيروم يعني بلازما. بلازما يعني solution of antibodies. بكل بساطة أنا مثلا والله فات على جسمي التيتانوس بكتيريا أو عقصتني حية وأنا مش مطعم لسم الحية. نحن ببلادنا هم ما بيطعموا لسم الحية لأنه حيانة خفيفة مش قاتلة. بأفريقيا بطعمه. طب أنا مش مطعم لهم له الأمراض وفات هالمرض على جسمي شو بعمل؟ بركي قتلني بركي أزاني. بروح على المستشفى مباشرة بيعطوني إبرة. تسمعوا واحد أعطوه إبرة كزاز. تعرف شو هي إبرة الكزاز؟ أنا إذا بدعس على مسمار أو بتعضني شي فارة على المزابل أو بسينة أو شي ممكن يكون بسنانهم في بكتيريا اسمها تيتانوس. البكتيريا خطيرة وبتأدي للموت. أنا إذا مش مطعم قبل جسمي ما في يتحملها بتقضي علي. فبروح على المستشفى بيعطوني إبرة، هيدي الإبرة في بقلبها أنتيبوديز ضد التيتانوس. جاهزين عندهم مصنعين أنتيبوديز بيعطوني هن، فهول أنتيبوديز بيهاجموا التيتانوس وبيقضوا عليها. هي المناعة مش جسمي عملها، not produced by my body. هيدي المناعة أخذوها هن صنعوها بالمختبرات. أوكي؟ So, serotherapy اسمها ثيرابي علاج، هي منا طريقة مين على الأمراض، هي طريقة بنعملها بعد ما يفوت المرض، مش مثل الطعم قبل ما نمرض بنطعم، لا، هيدي بعد ما يفوت المرض، مثل كأنه دواء، نعطي أنتي بوديز ضد المرض. شوفوا هون جبت فارة أعطيتها تيتانوس توكسويد، توكسويد يعني سم ضعيف للتيتانوس للكزاز. كونت مناعة ضده، كونت أنتي بوديز، أخذت منها دم، أخذت منها الأنتي بوديز. بس السيروم الانتي بوديز وجبت فارة عادية تانية اعطيتها تيتانوس توكسن سم القوي للتيتانوس للكزاز. المفروض هالفارة تموت. قمت لحقتها بسرعة واعطيتها انتي بوديز من هالفارة انتي تيتانوس انتي بوديز قامت عاشت. ليش؟ لانه انا بكل بساطة لما اعطيتها التيتانوس اعطيتها معه الانتي بوديز ضده. هلأ بتسمع مثلا بالكورونا بيطلبوا كتير العالم المنصابة انه حدا من صاب كين قبل يعطيهن بلازما. بلازما يعني سيروم يعني سائل الدم، بياخدوا من دمه بياخدوا الانتي كورونا انتي بوديز وبيحقنوهم بالشخص التاني تيدافعوا عنه. هيدي الطريقة هي باسيف اميونيتي. شو يعني باسيف اميونيتي؟ يعني مش جسمنا اللي عملها، هيدي مناعة اخدتها من حدا تاني انا. اوكي؟ طبعا بتحميني لشهر شهرين وبروحوا الانتي بوديز من جسمي. إذا بيجع فات المرض لازم بيجع أخد مثل كأنه علاج. هي شوفوا الفرق بين التطعيم والسيروثيرابي. بالتطعيم أنا شو بعطي؟ injection of attenuated bacteria، بعطي بكتيريا ضعيفة. بالسيروثيرابي لا، بعطي antibodies ضد البكتيريا. الvaccination هو preventive method، طريقة مانعة للمرض قبل المرض بيخده احمي حالي من المرض. أما السيروثيرابي لا، هي therapeutic method curative، طريقة علاجية بتعالجني بعد ما يفوت المرض. gives active immunity، بتعطي مناعة جسمي بيعملها. active immunity يعني جسمي كون المناعة primary secondary immune response. passive immunity يعني مش جسمي اللي عملها، هي مناعة أخذتها من برا من المستشفى. vaccination protects for a long time، بيحميني لسنين كل عمري أوقات لأنه عندي memory cells من هيدا الفاكسين. أما serotherapy protects for a short time، بتحميني لفترة قصيرة جدا اللي هي شهر أو شهرين ليروحوا الأنتيبوديز من جسمي. خلاص ببطل تحميني لأنه جسمي مش هو اللي عم بيصنع هيدي الأنتيبوديز. أوكي، see you in the next video إن شاء الله.